اعزائي اهلا بيكم في حلقه جديده. النهارده بقى كده عندنا رده فعل مباشر على كلاسيكو الدوري السعودي ما بين الاهلي والهلال. جمهور بقى الفرقتين كده في الفتره الاخيره عاملين كده شويه مناوشات ما بينهم كده على السوشيال ميديا. يعني انا قلتها قبل كده يا جماعه، الزعيم يبقى زعيم. فانا اتمنى ان شاء الله النهارده الهلال يعملها ويكسب ويكمل يعني كده في صداره الدوري. فاحنا بقى نتفرج على الماتش مع بعضينا، بس طبعا انت مش تعمل لايك، يعني عايزك دلوقتي حالا تكسر زر لايك في السريع، لو مش عامل اشتراك تعمل اشتراك حالا، شاكيت بقى عليك فعل زر الجرس عشان تقدر تشوفك على فيديو جديد. ويلا بينا. يلا عم نزلوا الفرقتين طبعا، شاف رياض وفرانكي سي والان. تقريبا الاهلي نزل يا جماعه بالقوه الضاربه كلها حرفيا، ميندي وفيرمينيو، وطبعا الهلال كالعاده نازل برده بالقوه الضاربه، وللاسف يعني نيمار اتصاب وزي ما كلنا عارفين. بس يعني كده كده اصلا في برازيليين كتير في الهلال غير نيمار. يا عيني يا بليه وانت بتقول نشيد، يا عيني عليك. طبعا بقى مش هاكد عليك، لايك سبسكرايب شير الثلاث حاجات عشان خاطر بس الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس. يا جماعه بجد في حضور جماهيري مش طبيعي مش طبيعي. ابتدى الماتش خلاص اخيرا بعد كميه الدخان اللي عامتنا وعامت الجماهير وعامت الشاشه، عامت كل حاجه، عامت كل حاجه. كميه دخان مش طبيعيه بجد، يعني تبوظ صدر الناس اللي قاعده هناك. ان شاء الله الهلال يعملها باذن الله ويكسب. يا عيني يا كلوبالي يا عيني. سباتش في الثانيه 47، في الثانيه 47. سباتش 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 سباتش، الزعيم يبقى زعيم. كلوبالي اسيست، سباتش كنترول، سباتش الفينش. يا جماعه بجد الجون جميل، الجون جميل في وقت الدخان، لسه دخان اصلا مخلينا مش شايفين حاجه. لا وسافيتش اللي في الثانيه 47 بالظبط بالظبط. بص اتحرك اتحرك فين، ما فيهاش اوفسايد ما فيهاش اوفسايد ما فيهاش اوفسايد. سافيتش كنترول، سافيتش الفينش. لا 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 لا، جنون جنون. الزعيم لسه في بدايه الماتش، لسه في بدايه الماتش. الحمد لله بدايه مبشره بالخير. عايزينها بقى تبقى سكور كده عليهم عشان خاطر ايه، ما يقعدوش يقولوا كده على السوشيال ميديا هاتوا الهلال هاتوا الهلال هاتوا الهلال. يا جماعه الهلال تقيل عليهم وهم مش مصدقين. يا عيني يا مالكم، يا عيني يا مالكم. اداله كوبري وحش، اداله كوبري وحش، فيها كارت دي اديله كارت، كوبري يجيب له صداع. يا عيني مش قايل مش قايل، يخرب بيتك يا بقى. عدت سافيتش متروفيتش كله اتش، مفيش حد خالص بيجيب جوان. انا اتلخبط بقى سافيتش ومتروفيتش، فالاتش كتير في الهلال، فدي حاجه في حد ذاتها تزولنا يعني. لو على متروفيتش داس على الواد يا جدعان. مش هيل مش هيل سريع. اوه يا بنيز يا مرزة. لا يا شباب لا يا شباب لا يا شباب لا يا شباب لا 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 لا, لا. يا عيني يا كلوبالي يا عيني يا كلوبالي. فاش اوفسايد، مين اللي مغطي الاوفسايد؟ مين كلوبالي ولا مين؟ روبن فيز يا جدعان، التاكلينج في وقت قاتل. لا يا شباب واحد على واحد هيعدي، واحد على واحد هيعدي يا جدعان. رياض ما بيتسابش واحد على واحد، والشهرين ضعيف دفاعيا، فكل مره هيعدي بجد. يا شباب يا شباب يا عيني يا بلاهي يا عيني يا بلاهي يا عيني يا بلاهي. قال انا عدى من ثلاث لعيبه بسهوله كده بسهوله. روح 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 يا سالم سالم. لمين دي يا ابني؟ لمين دي؟ الله يهديك. العبها قدامه يا سالم. ده على الكنترول بتاع رياض محرز مرعب، اقسم بالله مرعب. الان كنترول بجد بتاع رياض محرز مرعب حرفيا مرعب. رياض محرز بيلعبها حلو قوي قوي بجد، والان برضو بيلعبها حلو، بس ان شاء الله تعدي على خير يعني، ربنا يستر. رياض يا ساتر يا ساتر. الحمد لله الحمد لله. يا لهوي يا لهوي، كراحه كراحه. ياسين بيقولك انا هجيبها من جوه، والله كان هجيبها من جوه فعلا. واحده يا ياسر، واحده واحده واحده. لا 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 لا، مشان اوه يا مشان، يخرب بيت نحسك يا مشان. هتنحس معاك قدام الاهلي يعني؟ ده انت اقصر واحد فيهم، طاير فوق طاير مشان. بص بحطها في النص يا جدع، يا جدع بتحطها في النص ما تشيلنيش، ده الجون كله بحر قدامك وانت طاير فوق. الله اكبر عليك بجد. بس يمين او شمال يا جدع، هات التاني. لو كان جيت جون كان هيبقى جون عالمي بجد، لان الجمله اصلا من بدايتها جميله جدا. عيني واحده مشان. لا لا مندي مندي قريها يا مشايل، عايز على الارض يا مشايل. سالم في مين يا سالم؟ ايوه ضربة جزاء، هتصابها ضربة جزاء، حسبها. اه تصدق جابها بايديه، يعني مالكم جايب الكرة بايديه اصلا؟ الحق حسبها ضربة جزاء، ما حسبهاش هاند بول. سبحان الله سبحان الله، بس عادي بقى هنمشيها. سابها لمتروفيتش، سالم سابها لمتروفيتش، محترم سالم. متروفيتش واحدة ودي بو، يخرب بيتك يا مندي يخرب بيتك. عارفين ليه يا جماعه بجد؟ عشان ضرب الجزاء مش حلال، ضرب الجزاء مش حلال. هي لو حلال هتخش جول، بس هي مش حلال. مش هنضحك على بعض. يخرب بيتك يا مندي يخرب بيتك. رد فعل مندي عالميه بجد. فقرر ماتش السنغال ومنتخب مصر، صد من مين؟ من مصطفى محمد وزيزو ومحمد صلاح، صد من الثلاثه. اه رد فعل مندي جميله 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 بجد. متروفيتش اصلا داخل يحط فيها قوه، بس
يعني ضغط يحط فيها قوه بس، انما ذكاء او طريقه معينه في التسديد لا مفيش، هي قوه بس. يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر، يا عيني يا نيفيز، يا عيني يا نيفيز، يا عيني يا نيفيز. يا جماعه روبن نيفيز وحش حرفيا، وحش مش بترقص بسهوله، ما بترقص بسهوله، ما بيبيعش نفسه. يا جماعه ياسر الشهراني بجد عقيم، حرام بجد. ما يلعب محمد بريك، كان عامل ماتش عالمي الماتش اللي فات، صانع جونين ولا عامل 3 اسيستات وجايب جون، ليه ما لعبهوش اصلا بريك؟ بريك حلو. ياسر الشهراني وحش قوي بجد، وحش جدا. اوه يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا مدروفيتش، يا ساتر، يخرب بيتك يخرب بيتك، ده شايب بدماغه، والله العظيم شايب بدماغه، يخرب بيتك يا متروفيتش، يا ساتر يا ساتر يا مندي، يا ساتر يا مندي. ايه ده اللي عمله ده؟ ده خطفنا، اقسم بالله خطفنا. سود عامل اوفر عالمي ومتروفيتش خطفها وهي جايه بدماغه، خطفها كده عارف، شايطها بدماغه، شايطها يا جماعه بجد، شايطها بدماغه. انت مش عارف ممكن تحسب فاول عليه، تصدق؟ يا لهوي يا مندي، يا لهوي يا مندي على الكوره، يا ساتر يا ساتر، ده شايب دماغه يا جدعان، والله العظيم مرعب بجد، مرعب. حسبها جون، حسبها يا جماعه بجد. التحولات العكسيه اللي بيعملها نادي الهلال مرعبه على فريق الاهلي. ومعلش يعني اصلا دفاع الاهلي موت من ضحك، دفاع الاهلي وحش جدا جدا جدا. يعني انا من وجهه نظري شايف الاهلي ملهوش منظومه، ملهوش طريقه لعب او منظومه لعب معينه عشان خاطر يقدر يناطح الهلال او النصر او الاتحاد. معلش برضه هو كسب الاتحاد بالاونطه كده، بس عاده هنمشيها له. يعني انا عايز برضه كده اوضح لك حاجه معينه، ان الخط الهجومي حاليا بتاع النادي الاهلي مفيش ما بينهم اي انسجام، الاربعه اللي قدام او الخمسه اللي قدام بجد، سواء رياض محرز، فيرمينيو ومعاهم فيجا والان ومين معاهم فرانكي سي، محدش فيهم حافظ طريقه لعب التاني، او مفيش انسجام ما بينهم خالص نهائيا. كل واحد بياخد الكره كلها بالاصح كده مجهودات فرديه من اللعيبه، انما منظومه لعب او طريقه لعب او حتى انسجام ما بين اتنين لعيبه او ثلاثه لعيبه بيعملوا فرق في الملعب، انا مش شايف ده حرفيا، مفيش. روح يا سافيتش 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 يا سافيتش، حرام يا سافيتش، حرام ليه الانانيه يا سافيتش؟ قطعت الكوره، رقصت الاول والتاني باصي، لازم تشوط وتقلل يا جدع، ما هو والتاني اهو باصي سالم فوق. لا يا ساتر يا ساتر، رياض بس قطع. يا جماعه بجد الاهلي ضعيف، فريق ضعيف جدا بجد، اقل فرقه من الاربعه حرفيا. سيبك من الاسامي، الاسامي تقيله، بس للاسف المدرب ضعيف، مش عامل منظومه قويه بالاسامي اللي عنده. في نفس الوقت مفيش انسجام، مش عامل انسجام ما بين اللعيبه خالص. مالكم مالكم؟ اوه يا ساتر، لا لا حرام يا جدعان، يا جدعان حرام والله، الكره متبروزه في التسعين، والله العظيم الكره متبروزه في التسعين. يا مالكم كره على العارضه كده، عارف انت سن العارضه بتاع التسعين هي راحوا عليها بالظبط، حرام يا مالكم. يا لهوي على سوء الحظ يا جدعان، يا لهوي على عدم التوفيق، يا لهوي على العارضه، كان هيبقى جون عالمي. بص مندي بيتفرج، مندي بيتفرج، شوف مندي، بص رد الفعل مندي، مندي مش مصدق ان هي خبرت في العارضه، مش مصدق. خلص الشوط الاول، نشوفكم ان شاء الله يا جماعه الشوط الثاني. ابتدى الشوط الثاني، فان شاء الله الهلال يعملها ويكسب سكور في الماتش. صراحه يعني الاهلي يا جماعه ما يستحقش، الاهلي فريق ضعيف جدا 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 زي ما قلت لك. طبعا بقى معايا في الماتش لايك سبسكرايب شير، الثلاث حاجات. يا ساتر يا ساتر، اوعى يا بليه، يا عيني يا بليه، يا عيني يا بليه، يا عيني يا بليه يا ريس، بليه شايلها في وقت قاتل قاتل قاتل. طبعا اعذروني يا جماعه، بقى لنا فتره كبيره اصلا ما بنزلش فيديوهات، وللاسف يعني الواحد مضغوط فعلا الفتره ديت، بس ان شاء الله فيما بعد ننزل فيديوهات. يعني يا ساتر يخرب بيتك يا بليه، بليه لازم تفوق معانا النهارده كده والنبي فوق، يعني مش عايزين غشوميه وغباوه. راح كلوبالي، راح حط المشيل، لا يا جدع يا جدع بتطولها. كان اكتر حاجه عجباني حتى الان في الماتش، وبقى لنا 53 دقيقه بنلعب، الريتم بتاع الفرقتين، حرفيا ريتم كانك بتلعب ماتشات بريمير ليج، ماتشات دوري انجليزي، الريتم والفرقتين ما بطلوش بجد، حرفيا ما بطلوش. روح روح ميشيل، روح، لا يخرب بيتك يا ميشيل، قلل فيها يا ميشيل، مش لازم تباصي يا ميشيل، قلل فيها مش لازم تباصي يا جدع، حرام عليك يا جدع، حرام عليك، ما تشوت يا جدع، شوت يا جدع، حرام عليك، دي حرام، انت جول، انت جول يا ميشيل، الله يهديك يا جدع. يا ساتر يا عيني يا بيه، لا لا لا، اوعى اوعى يا شباب، لا يا جدعان يا جدعان يا جدعان، لسه بقول لسه بقول، نخلي بالله يا بلاهي يا بلاهي، دي تشتيت يا بلاهي، الله يهديك ما تضحكنيش يا بلاهي، الله يهديك ما تضحكنيش، ده تشتيت يا بلاهي يا جدع، ده انت مدافع دولي حتى، حرام عليك والله، والله حرام عليك. فكره ان الماتش اتفتح على الاخر، الماتش ما مفتوح للفرقتين، حرام عليك يا ياسر والله، حرام عليك يا ياسر. ياسر في عدم توفيق بصراحه، بصراحه جون في عدم توفيق من مدافعين الهلال، في توفيق كبير قوي 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 بجد لعيبه الاهلي فيه. يا جماعه بجد مالكم ومستفدش النهارده، عاملين ماتش عالمي،
يا رب سالم يطلع النهارده، يا رب سالم والشهران يطلعوا الاثنين اسوء من بعض، اسوء من بعض. عيني يا مالكم، مالكم بصراحه الله اكبر عليه. بص سالم وكنترول القرف، بص سالم والقرف، بص سالم والقرف والعك، حرام يا سالم بجد، شغال تعك طول الماتش انت وياسر الشهران. لا يا ساتر يا رياض، لا 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 يا لو يا جدعان على الكوره، انا قلت الكوره جون والله، قلت الكوره جون، قلت الكوره جون. كور مين؟ كور مانشستر سيتي دي، كور السيتي. الحمد لله حد على خير، الحمد لله. ياسين بيرو كان هيجيبها من جوه حرفيا. متروفيتش، مترو، مترو، حرام يا مترو، حرام يا مترو، يا لهوي يا مترو، يا لهوي يا مترو، حرام كرة التالت دي والله، والله كرة التالت. ممكن يتعادلوا بعد الكرة دي، والله الاهلي ممكن يتعادل بعد الكرة دي. الهلال ضيع كور غريبة بجد، كور ما تضيعش يا جدعان. روح يا سالم، روح يا سالم، روح. مش قايل متروفيتش، مترو، لا يا جدعان يا جدعان. بص الكرة بتيجي تسلم الدوسري او شيء وياسر الشهراني بتضيع، هي كل كرة تكون تقريبا الماتش كله كده. لا يا نفيز، لا يا نفيز، لا يا نفيز، لا يا نفيز يا جدعان، ما ننبعش كده يا جدعان. ايه يا بليه؟ قبل هنا بليه؟ لا يا نفيز، لا يا شباب والله. لا 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 حرام، الحمد لله، الحمد لله ان هي عدت على خير. يا عيني يا سافيتش، فاول صح؟ فاول فاول. سافيتش الكنترول والمراوغة في وقت ايه؟ مفيش في جزء من الثواني. الكورة الجون دي يا جدعان والله، بص فاول على قوس ال 18 بالظبط، فاول على قوس ال 18 يعني كأنها ضربة جزاء. يا عيني يا مالكم. سالم، سالم يا جدعان سالم، اقسم بالله هيشيلني، اقسم بالله هيشيلني النهاردة، يطلع. أول لاعب كان يطلع، مش قايل اللي يطلع. يا جدعان اقسم بالله سافيتش رايق. بص سالم. يا عيني متروفيتش يا جدعان، حرام يا جدعان، يا جدعان حرام يا جدعان، اقسم بالله يا جدعان. التالت ضاع 3 4 مرات في الماتش، في الشوط الثاني بالذات. يا يا ساتر يا بندي، يا ساتر يا بندي، انت ويبانيز، يا ساتر يا ساتر يا ساتر. لا 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 لسه بقول لك ايبانيز عامل ماتش عالمي، وبندي عامل ماتش عالمي، بس للاسف في سوء تفاهم يا جماعه بجد، يا جماعه بجد مفيش انسجام ما بين الفريق، والله العظيم بجد مفيش انسجام. ايبانيز اقسم بالله حرفيا عامل ماتش حلو جدا، بس للاسف عدم توفيق. يعني ماشي ايبانيز ماشي، بس المفروض مندي يندهله، المفروض مندي، مندي طالع بدري ليه؟ لا 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 انا هجيب الغلط على مندي. ايبانيز مرجعها عادي، بس معلش انت كمندي شايف، شايف واخد بالك اكتر، طالع بدري قوي 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 بجد، طالع بدري ليه يا مندي؟ يا جماعه بجد زي ما قلت لكم كده، الاهلي حرفيا من غير منظومه، مفيش انسجام، مفيش طريقة لعب واضحه، واللعب الاصح كده مجهودات فرديه زي ما قلت في الشوط الاولاني، رغم ان معلش يعني الاهلي برضو عنده اسامي تقيله جدا، بس للاسف منظومه اللعب والانسجام مش موجود بين اللاعبين. والمدرب معلش برضو مع كامل احترامي برضو ان هو ماسك فريق الاهلي، بس هو فعلا مش بحجم ان هو يدرب فرق من التوب فور او فرق من الاربعه الكبار في الدوري السعودي. معلش خلص الماتش يعني، شكرا شكرا لكم يا جماعه. لا لا بصراحه يا جماعه بجد فوز مستحق طبعا للهلال كالعاده. الف الف مبروك لكل جمهور الهلال، هارد لك لجمهور الاهلي، نشوفكم ان شاء الله يا جماعه فيديو جديد. السلام عليكم.